قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. كشف الدولي الجزائري أندي ديلورا مهاجم نادي مونبيلي الفرنسي أمس الأربعاء عن إصابته بفيروس كورونا، ونشر أندي ديلور تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر أعلن من خلالها: أجريت فحوصات كورونا وظهرت النتيجة إيجابية، وطمأن مهاجم الخضر أنصاره ومحبيه مضيفا: أنا بخير وسأعود في أقرب فرصة، اهتموا بأنفسكم وبأقربائكم. فاجأ أحد متابعي كارن روز زوجة السفير الأمريكي السابق بالجزائر على فيسبوك بطلب يد ابنتها للزواج في الوقت الذي تستعد فيه لمغادرة البلاد بعد انتهاء مهمة زوجها جون دي روشر كسفير للولايات المتحدة، وقد جرت بينها وبين المتابع الظريف محادثة طريفة. المتابع الجزائري كتب تعليقا على أحد منشورات صفحة كارن روز في الجزائر، قال فيه بلغة إنجليزية ركيكة ما معناه: السيدة روز، هل لديك ابنة ليتزوجها؟ أعدك بأن أكون الرجل المناسب لها وبأنها ستكون ممتنة لك مدى الحياة. لتجيبه روز الساخرة: مع الأسف لدي فقط قطين. لم تتوقف المحادثة عند هذا الحد، فقد وعد الشاب الجزائري كارين بأنه سيعتني بقطيها أيضا إن أرادت ذلك. لتجيبه روز بنشر صور لأحد القطين قائلة: لست متأكدة، السفير يحبهما كثيرا، خاصة هذه القطة التي في الصورة. قال الصحفيان عبد العالي مزغيش ونوال سويلح إنهما تعرضا للتوقيف من التلفزيون العمومي من طرف المدير العام أحمد بن صبان، وذلك بسبب تبليغهما عن الفساد الموجود داخل هذه المؤسسة الحكومية تجاوبا مع الدعوة التي أطلقها رئيس عبد المجيد تبون. في حين أشار قرار الطرد الموقع من طرف المدير العام للتلفزيون العمومي أحمد بن صبان أن السبب هو الإساءة إلى صورة وسمعة مؤسسة التلفزيون. هذا وأفاد مزغيش الذي يشغل منصب صحفي محرر ومحقق بالقسم الثقافي للتلفزيون الجزائري أنه سيطعن في هذا القرار على مستوى العدالة وكذا مفتشية العمل من أجل استعادة حقوقه والعودة إلى عمله، معربا عن أمله في إنصافه من طرف القانون. هذا وأطلقت حملة تعاطف وتضامن مع الصحفيان في العديد من منصات التواصل الاجتماعي خاصة من أسرة الإعلام. جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزامه بإرجاع كافة رفات الشهداء المتواجدة بمتحف باريس في فرنسا، وقال رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها بمناسبة يوم المجاهد بعد استرجاع رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفقائهم الذين كانوا محتجزين بمتحف الإنسان بباريس ودفنهم بمقبرة الشهداء إلى جانب رفقائهم: يجعلني أجدد الالتزام بإرجاع كافة رفات الشهداء. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم أراءكم في التعليقات. أبرز ما كشفه اللقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأعضاء مبادرة القوى الوطنية للإصلاح هو التاريخ المفترض لحل البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس البلدية والولائية والدعوة لانتخابات تشريعية ثم محلية لانتخاب مجالس بلدية وولائية. وكشفت أعضاء مبادرة القوى الوطنية للإصلاح أن رئيس تبون عبد المجيد يرى أن انتخابات الاستفتاء لتعديل الدستور ستتم في أكتوبر 2020 في حالة تحسن الوضع الوبائي في البلاد، ومباشرة عقب استفتاء الدستور سيتم حل المجالس البلدية الولائية والبرلمان، أي أن الانتخابات التشريعية ثم المحلية ستكون في بداية عام 2021 أو في أقصى تقدير قبل نهاية الربع الأول من عام 2021، وذلك في حالة سريان المخطط المقرر. وبهذا إخوتي الكرام فسيتم التخلص من بقايا العصابة التي ما زالت حاكمة. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم آراءكم في التعليقات. أدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس تحية المسجد بالجامع الأعظم في المحمدية بالعاصمة، وقد شرع رئيس الجمهورية في زيارة عمل وتفقد إلى المسجد الأعظم، حيث وقف عند عديد المحطات على مستوى الجامع، وتابع رئيس تبون والوفد المرافق له شريطا توضيحيا حول مراحل إنجاز هذا المعلم الديني والثقافي والعلمي، كما وقف على جناح الإمام وقاعة الصلاة إلى جانب تفقده لمرافق حيوية يشملها الجامع على غرار دار حضانة ومحلات تجارية ووكالة بريدية. ووقف رئيس الجمهورية على آلية التخفيف من شدة الهزات الأرضية بالمسجد الأعظم.
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس أن تدشين جامع الجزائر الأعظم سيكون يوم 1 نوفمبر المقبل. وقام رئيس الجمهورية اليوم الخميس بزيارة عمل وتفقد إلى جامع الجزائر الأعظم بالجزائر العاصمة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى هذا الصرح الديني الضخم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى جانب كل من وزير الداخلية والجامعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجودة، وكذا المستشار برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، والوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محمد أسعيد بالعيد، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، ووزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصر. تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شروحات عن بناء وزخرفة مسجد الجزائر الأعظم، وحسب الشروحات المقدمة فإن زخرفة مسجد الجزائر الأعظم ثالث أكبر مسجد في العالم، لها دلالاتها وتاريخها وتحكي كل واحد منها قصة ما، وقد صممت أثرية على شكل سبحة حيث تم زخرفتها على شكل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 33 مرة، تزن 9 أطنان ونصف، بها 357 قطعة بلور لكسر خطوط النور. أما عن الزخارف فهي جزائرية وتمثل آخر زخرفة في قصر الحمراء، حيث تم اقتباسها لاستحضار التراث الزخرفي العربي الإسلامي والمغاربي الأندلسي. وبالنسبة للأبواب فقد تم تصميمها على طريقة الجزائرية، أما الباب الرئيسي فقد حمل الباب الكبير للمسجد اسم سيدي بومدين تبركا بهذا الولي الصالح الذي عاش بالأندلس. وحملت الأبواب الفرعية الأربعة تسميات: باب النصر شمال المسجد، باب المحمدية جنوب المسجد، مسجد باب الفتحة، وباب بن صالح. أما السجادة فيرمز إلى وحدة الجزائر، حيث نجد فيه 29 زربية تمثل 23 ولاية، وكل زخرفة منها تمثل منطقة. وتم تصميم المحراب بخمس أنواع من الرخام، أما المنبر فقد تم إنجازه بخشب البلوط والصدف الطبيعي، وتم توثيق كل الأعمال في كتاب من خمس لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأمازيغية، الصينية، للتعريف بهذا الصرح الديني العظيم. إخوة الكرام، شاركونا أنتم رأيكم في التعليقات. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس أن النادي الموقع أقل شيء يمكن تقديمه لضباط وضباط الصف بعد العناء في حماية الحدود والدفاع عن الوطن، للإشارة فإن هذا النادي بثلاث نجوم موجه لفائدة صف الضباط والضباط والمستخدمين العسكريين للجيش الوطني الشعبي، ويحتوي على فندق من 84 غرفة ومطعمين وقاعة للمحاضرات وقاعتين متعددتي الخدمات ومسبح شبه أولمبي وثلاث ملاعب وفضاءات التسلية وكذا مسرح. ويضاف هذا النادي لإنجازات النشاطات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني. أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس مهام عدة من إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي، ووفق بيان رئاسة الجمهورية فقد أنهى رئيس تبون مهام عدد من إطارات الجيش الآتية أسماؤهم: إنهاء مهام كل من اللواء علي عكروم والذي يشغل منصب رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، إنهاء مهام اللواء لشخم وشغل هذا الأخير منصب رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، إنهاء مهام اللواء رشيد شواكي الذي كان يشغل منصب مدير الصناعات العسكرية، إنهاء مهام اللواء محمد تبودلت الذي شغل منصب المدير المركزي للعتاد، إنهاء مهام اللواء سليم قريد قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال. من جهة أخرى فقد عين رئيس تبون كل من الآتي أسماؤهم: تعيين اللواء فريد بشغيط رئيس لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، تعيين اللواء حواس زياري رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، تعيين اللواء سليم قريد مديرا للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، تعيين اللواء محمود العرابة قائدا للقوات الجوية. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.